نحب حقيقة تظهر حقيقة عمر اللي قتل عمر يتحاسب. أنا راهو ما حاجتي بشيء يا خويا علي، راني ما حاجتي بشيء، نحب اللي قتل ولدي يتحاسب باش أنا نبرد ونحي الدواء اللي نشرب فيه مكسوبي ولدي تعب في جرتي. أنا تعب أنا جول علي، قالوا له برا هز أمك للطبيب خاطر منين نمشي نبدا نعيط، يا ميرا يالك في الجنة، يا ميرا يالك تحج، يا ميرا يالك في حضن سيدنا محمد. يجي يقول يا أمي إيش بيك، نقول له يا علي راني لاباس، يا علي راني نحبك يا علي. وليت أنا من كثر ما تعب علي يخرج ولدي 29 سنة وأنا نتبعه، نقول له علي تفجعت عليك، أنا وينك يا علاء وين مشيت؟ كان نلقى نمشي مع علاء نقعد معاه في القهوة، كان نلقى نمشي مع علاء نقعد معاه مع أصحابه، من كثر ما مصدومة أنا صدتي قوية. نجبد البلوزونات بتاع ولدي، نجبد سبادريات ولدي، نشوف أصحاب ولدي. مشيت للليسي للمدير واللي حمل فيا. قال لي ندخل نقول له يا وروني القسم اللي يقرأ فيه عمر. ما نجمش نتكلم، عاش نجم يا رسول الله. نقول لهم انا طالب حق عمر، نحب حق عمر. راني يا ولادي عندي ولدي 5 سنين ونص ما شافوش، ما عندوش اوراق. نقول له يا انور روح لي، يقول لي يا امي وين عمر البشر روح له. راني مشوية والله مشوية مشوية برشا. قال لي اليوم كلمني قال لي يا امي تمشيش تبكي، راكي كي تبكي انت في برنامج، راني انا نقعد 3 و4 ايام مريض. والله العظيم تعبة. لطف عليك. والله تعبة. ما ننساش عمر طول عمري. نمشي له للجبان نقول له يا عمورة وينك؟ يا خويا شكون قلت لك خليني أنا نرتاح يا بابا؟ يا خويا شكون طيحك يا بابا؟ شكون عمل لك الغاز يا خويا؟ نبدأ كي نحكي 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 ونروح. المطورات اللي تعدت في الشتاء ذيك اللي تصب. قسما بالله العلي العظيم منهم نهار تعرضت للتاكسي جماعي ما حبش يركبني خاطر انا حوايجي منفخ بالماء والشلاكه بالطبعه في الجبان، وانا نقول له يا عمو راهي تصب عليك المطر. يا عمو راني يومك راني نحبك برشا، راني انا خرجت من الدنيا كان بيكم، راني نحبكم برشا. ولدي نحبك، نشوف التلامذة مروحه سناباك روح عمر. والحمد لله أصحابه والعباد وكلكم، وما خليتونيش ننسى عمر، الكل تحب عمر. نحب عمر برشا، مش ناسيته عمر. كل صباح الصبح نقول صباح خير يا عمور، شني نجيب لك فطور يا عمور الغالي؟ ممنا بالقضاء والقدر. نقول له يا عمور قد ما كنت نظيف وقد ما كنت دوش وبعد شربت لي الغرام يا عمور الغالي. يا ولادي صدقوني راني نحبكم، كنت فرش في البرنامج نقول رما يضحكوني كان هما، تعرف ايش نعمل؟ يا خويتي كريتوه نهار اللي غسلوا فيه وكدخلت له، يا خويتي محلاه ومازن وعمر. نقول له يا خوي راني يمك يا بابا يا روحي يا عمري. نقول له علاش؟ نقول البوليسي كان خرجوك يطاح. والله ما كرمكم، قلت لهم والله باللي حتى كيموت في السبيطار مالكم الا منعتوه، هذاك حتى جهداتكم. اما انتم عمر قاعد يموت اول ما قال وقال يا امي خاطر يحبني برشا. اي حاج جاي يا علي مشغول يا علي. لطف عليك يا حاج لطف عليك. قلت له يا علي عرس عندي تو وحدي في الدار علي ما يمشي يخدم، قلت له يا علي عرس باش تنسيني على الاقل شوي، تجيب ليش عمر نشده على الاقل هكا شوي. قال لي يا امي وين اخويا اللي انا باش نعرس؟ قلت له حتى تجيب عمر نشده على الاقل نحضنه. يا خاولة تعرف ايش عملت؟ جابوا لي التليفون وجابوا لي بلوزات مستاد، هزيت التليفون ومشيت عندي واحد صلاح، قلت له عايش خويا حل التليفون لقاش عمور الغالي مسجل. قلت له تو نلقاه مسجل على قرة، وقال لي يوم يوم طايحوني. اي وسع بالك يا حاج جاي، وسع بالك يا حاج. يا علي خويا راني مشوية قصتك مير على الحاج جاي، وسع بالك رايك بدخال يا علي. وسع بالك ولدك يا لله. اسمعني تو يظهر حقيقة نتاع ولدك و نحب يتعاقب في الحبس ويزي، ما حاجتي بشيء تو تراه النهار هذاك اخسرولي والله ما تشوفه النهار هذاك، لا حاجتي بديار بعد عمر، لا حاجتي بحوايج بعد عمر، لا حاجتي بحط بشيء حتى الدار ما عادش نقضي فيها راه ولما نزين فيها الدار. يا الولاد اقسم لكم بالله
كي نقضي الدار ونقدها والنوم يقول لي يامي نظفت الكلينيك خلنا نرجع نرقد توا خليها كيكه في فريشها ونخرج نظل ندور 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 ومن بعد نرجع. خويتي ولا نحب عزيز الله يرحمه يا حاجه الله يرحمه ينعم هاي هاي عايش كلنا قول لي ايش تحب تقول شو تحب نحب يظهر حق ولدي حق ولدك نحب يظهر حق ولدي باش نرتاح رسالة لكل المسؤولين من رئاسة الحكومة إلى نحب يظهر حق ولدي إلى الفاعلين في القضاء في الإطار القانوني كل واحد عنده بوفوار عنده سلطة ينجم باش يعاون لحظة بركة يا حاجة باش يكشف حقيقة هالمرأة الملتاعة حقيقة ولدك اللي توفى خين ولدك انت يا لحظه بركه يا حاجه لحظه يا سيدي المسؤول مهما كنت الناس الكل اللي عندكم علاقه بالقضيه خين ولدك هو اللي توفى باش تتحرق عليه ولا ماكش باش تتحرق باش تتحرق عليه باش تحاول تجيب الحقيقه ولا يا سيدي عاون عاوننا فقط للكشف على الحقيقه اراه اللي عمل العامله تراه الراجل خذا حقه في الحبس هكا هو وراه فما ربي حاسب راه في الدنيا وفي الاخره احنا ماذا بينا في الدنيا